اخي دائما من نشوف اللوبيا اتذكر التشريب مال اللوبيا يعني حال تشريب البادله. تشريب لوبيا وياها يعني بالدهن الحر وشويه البصل وشويه الطماطه ونقلي عليها البيض، الله. بس اليوم مو طبختنا هذه، يعني مو طبختنا، ما لها علاقه بطبختنا هاي. اليوم راح اسويها مرقه. اي نعم طبعا طبعا راح اسويها مرقه لهذا اليوم. هاي اللوبيا اليوم راح تصير مرقه. فحياكم اكيد مشاهدينا وتحيه طيبه لكل متابعينا، حلقه جديده اكيد من حلقات برنامج الف حافي على قناه اليو تي في الفضائيه، وبدايه بهذا الطبخه اللي راح تكون بيها مرقه. مثل ما قلنا احنا اليوم اللوبيا راح نسويها مرقه، ما راح نسويها تشريب. تشريب يعني ممكن بغير حلقات ان شاء الله، او لو انه انا مسويها قبل يعني. حتى جيمي يشهد، جيمي يشهد، جيمي يشهد، هذا ما يشهد، انت تشهد اوكي. انا شهد انه انا مسويها قبل يعني، فممكن نسويها مستقبلا لكن بطريقه ثانيه. مثلا ما نستخدم خبز عراق، نستخدم مثلا عيش مثلا يعني، او صاج مثلا، فتكون شويه اختلافات بسيطه هنا. خلينا نجي على المرقه اليوم. اليوم المرقه مو باميه ولا فاصوليا، اليوم المرقه راح تكون عندي اللوبيا. اكله ماكو مرقه. اذا اليوم اللوبيا باللحم، الله على اللوبيا باللحم. تخيلوا وياي هنا شويه اللوبيا هذه المسلوقه المطبوخه، نطبق عليها صلصه طماطه ونحمسها مع شويه اللحم، واكيد راح يكون وياها تمن ابيض مع الشعريه. اكيد هذه المقادير اللي موجوده، واكو اشياء حب اشكالات انا ضايفها اكيد راح اقول لكم اياها. مثلا معجون طماطه انا خليت هنا تقريبا خاشوكتين اذا تخواشيق، وخليت هنا شنو، خليت هنا بصل اخضر. اليوم كلش راح ادلع نفسي، كلش راح ادلع نفسي يعني. اليوم راح اخلي وياها بصل اخضر، راح اخلي وياها الصوص مال الطماطه، ايضا راح يكون شويه مختلف، بالاضافه الى ايضا راح تكون في عندي حشوه كلش طيبه اللي هي حشوه اللحم. فبدايه باول طبخه حلوه يعني، حلوه الاجواء هذه. زين خلينا نخلص القهوه اذا ممكن مخرجنا، اذا ممكن يعني. هنا هذا الجدر اللي راح اسوي بيه التمن، وهذا الجدر راح اسوي بيه شنو، راح اسوي بيه المرقه. زين عيني، وراها نبلش اول شيء بالحشو مات اللحم. شلون حشوه الكبه اسويها؟ نفس الطريقه. فبدايه راح تكون عندي هنا حشوه التمن، حشوه التمن شنو؟ حشوه اللوبيا. فاكيد هنا ممكن اضيف خاشوكتين الى 3 خواشيق من الدهن، وحتى ابلش احمس اني البصل، بعدين معدنوس او كزبره اذا كانت موجوده. صدقوني مع الكزبره تطلع كلش خرافيه. الكزبره هنا مو الكزبره اللي تكون يابسه، الكزبره تكون الفريش اللي هي تشبه المعدنوس، اللي هي طبعا اكيد اقل من المعدنوس. بدايه تبدا بالكرفس المرحله يعني، الاول الكرفس، الثاني المعدنوس، الثالث الكزبره. الاختلاف ان انا ورقه الكرفس تصير كبيره، ورقه المعدنوس تصير متوسطه، ورقه الكزبره تصير شنو صغيره. هذه هم نوت يعني، بدون انا بس اشوفها هيك اعرف هاي كزبره ولا اعرفها معدنوس. هذا اللي ببالي ما يعرفه يعني، ما يعرف اللي ببالي وين يعرف. كلهم عباله معدنوس، كلهم عباله مكرفس. زين بدايه نخلي قهوه لطيفه. يا سلام هسه نبلش نشتغل، نشتغل على راحتنا. نخلي بالبدايه بصل، هذا الجو حلو لطيف صح. والله كابتن، والله انت حجك صحيح، انت حجك ذهب كابتن. اي انا اقول لك سوي جو يعني، خلي يمك فنجان القهوه، خاصة فنجان قهوة لطيف. زين وراها هنا أنا سوي أجواء لطيفة وخفيفة، لكن ابتعدوا كامل الابتعاد عن اللي يكون واحد وياكم مثلا يزعجكم. مثلا التفاصيل هنا أنا مزعج جدا، مزعج هنا أنا الكاميرا الجديدة، مزعج كلش مزعج. زين فكل هذول مزعجين. أما جيمي، الله كبير أنت جيمي، انت كبير الكبراء، كبير زين، وانت صغير الصغراء. فبدايه راح احمس المعدنوس، احمس البصل، راح اسوي مثل حشوه الكبوه. فبدايه يكون عندك هنا أنا اضيف اللحم. عندي اتصال هاتفي، يلا لعد ارقام الهواتف، اطلع ارقام الهواتف اسفل الشاشه. اللي عنده اي وصفه اي طبخه، وما تعليقكم على وصفتنا لهذا اليوم؟ ايه عندنا اكل مال البارحه، عندنا اكل بايت مال البارحه، عندنا وصفات بايت مال البارحه ان شاء الله نذكر ونقولها لكم. زين لكن بدايه هنا أنا اخلي نركز شويه بهذه الوصفه.
اي مرات تكون الوصفه يعني يحتاج لها سوالف وهوايه وحكي هوايه، فاكيد هنا انا شويه ناجلها لثاني يوم. وكل هالاكلات اللي تطلبتوها ترى هي موجوده على اليوتيوب، يعني انا مسوي هواي وصفات تعرفون صار تقريبا كثير، يعني احنا اربع سنوات باليوتيوب، اربع سنوات ما خلينا شغله ما سويناها، الله وكيلك محمد كفيلك. زين اربع سنوات بعيدا عن التفاصيل هاي، شوفوا شرقي وغربي وعراقي وارميني وكل الدول، صيني، كل شيء. ما نقولكم ان وصفاتنا تخلص، لا ما راح تخلص، الاكل دائما بحر ومستمر ووصفاتنا مستمره. وهاي بالكاميرا الجديده هواي سولف والله، هواي كلش هواي سولف، انت كثيرا كثيرا سولف. ايش عجب عندك مشكله بلسانك؟ شات تيربو بلسانك انت؟ زين انت هواي تحكي، زين انت هواي تحكي. ناخذ اتصال هاتفي. ام فراس مرحبا عيني. ام فراس 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 العفو، ليش ليش تدخلني بالطريقه؟ فراس عيوني حبيبي، شلون الصحه؟ اشكرك خلدون، احنا ترى يوميا ما نتغدى لا ما نسمع صوتك. الله دشوف، تقول له تقول له ابو التفاصيل، تقول له ابو الكاميرا الجديده، قل له. زين ذهب فراس انت والله ذهب، وذوقك عالي. زين وتحياتي الى كل العائله الكريمه. زين يابا كانك خالي كباب اليوم. الله الف عافيه الف عافيه، هني يا طيب بالله 1550 عافيه، كون عافيه تنطح عافيه والله العظيم. خوي انت خوي 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 خويه والله، خوي والله دائما بحشوة الكبة وهذه الحشوات نخلي لها ملح حتى اللحم شنو يذب الخواص مالته، البصل حتى لا يابس حتى تعطيك ايضا طعم ونكهة كلش طيبة. هذا التكنيك ممكن تسووه حتى تبقى شنو، حتى تبقى طرية. ناخذ اتصال هاتفي. ام مصطفى عيوني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام عيني، شلون الصحة؟ شلونك فيك؟ شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا، الحمد لله الحمد لله، شكرا على السؤال. شكرا وامريني مشكور جدا على الاكلات الطيبه ومتابعتك من كنت بالتومريه. شكرا شكرا شكرا، اشرف بيك اشرف اشرف. الله يحفظك. شيء بس التتبيله مال شاورما الدجاج بصوت انس ما لحقت. اي سهله اي سهله سهله، تامرين امر مال البارحه، تامريني امر عيوني. انت شرفتيني عين ام مصطفى، بس اجي اخلي صلصه طماطه. اي صلصه طماطه عندنا؟ ممكن حتى تكون عندك طماطه مهروسه على سبيل المثال. فتعال شوفوا هنا انا صارت عندي تقريبا ثلاث طبقات، خليت دهن، خليت لها معجون طماطه، خليت الطماطه وخليت صوص الطماطه. طبعا هذه الثلاث مكونات هنا أنا بدون اي بهارات راح ابلش انه اطحنها حتى اسوي هنا شنو، اسوي الصوص اللي راح اغلف به هذه الوصفه. اجي اشيك اللحم عيوني، البارحه سوينا بالشاورما، الشاورما المنزليه البارحه كانت كلش سهله وكلش بسيطه. الحلو بيها انه احنا خمرناها تخميره سريعه، ما تاخرنا بيها، خلينا لها لبن، خاشوكتين لبن، خاشوكتين راشي، خاشوكتين خل، اي نوع خل، ابيض او تفاح، خلينا ايضا يعني خضار او تفاح، وخلينا ايضا خاشوقة مايونيز، خاشوقة خردل، خاشوقة باربيكيو صوص. هذه كلش مهمة. نجي على البهارات، رشة فلفل ابيض، رشة زنجبيل، رشة بابريكا، ثوم مطحون، بصل مطحون، وكلش مهم انه نخلط المكونات هنا اكيد مع الملح. بعد ما خمرتها حمستها، بعد ما حمستها قدمتها بطريقة كلش بسيطة، سوينا وياها فينجر على البصل، بوتيتا حلوة كل سلقتها حتى تنتهي هنا البوتيتا تعطيني طعم لطيف مع الفنجر. هاي طريقة جديدة سويناها احنا البارحة، وكلش هم بسيطة وكلش لذيذة لذيذة. ناخذ اتصال هاتفي. ام حسين السلام عليكم. وعليكم السلام عيوني، شلون الصحة؟ الله يحفظك. شلونك شيخ خلدون؟ هلا بام حسين، هلا عين، هلا بالغالي، كنت منور بمحلتنا امانه الله. الله يحفظك الله يخليك، شكرا جزيلا. تجربه كانت كلش حلوه يا شباب،
ربي يحفظك. رحم الله والديك الله يخليك. عيوني انت عمري. طبخ التمن عنبه كل ما دا اطبخها اتبهدل بي لما معجن لا ما حبيته واقفه. اي سهله سهله. اوكي هاي شكرا. سهل. تامريني امر تامريني. تامرني امر تامرني امر. والله تامرني امر كابتن. بالله العظيم البارحه انجرحت يوميا انجرح. مو قلت له جيب لي سكاكيني ما ادري يجيب لي سكاكيني. عندي جنطه ما سكاكين يابانيه وش انواع واشكال المانيه. قلت له جيبها يا عين. يريد يبيحن يريد يبيحن بس ما يقدر. وين ماكو ويلي الله يراد لنتلة وقعت وسطش كبر يراد لنتلة بالرأس. أنا بعد ما قطعت هذه المكونات كلها مع بعض البعض راح نبلش هسه بالمرحلة الجاية اللي هي مرحلة مهمة جدا وهي أنه أنا راح أسوي هسه الصوص وبعدين أحمس أني المكونات الباقية. طبعا الصلصة هذه مثل ما شفتوها خليت بيها دهن حتى لا أضطر أنه أضيف بعد دهن. اللوبيا اللي عندي أني لوبيا مسلوقة ممكن استخدام المعلبة لكن دائما أنا يعني ما أنصح بالمعلبة لأن المواد الحافظة اللي بيها فممكن تأخذ يابسة وهذه اليابسة تنقحها زين نقحها وبعد ما تنقحها هنا تبلش أنه شنو تبلش أنه يعني تبلش أنه تسلقها. نأخذ صلاتي في محمود. مرحبا محمود. ألو شلون الصحة محمود؟ أهلا مرحبا شلونك كيف؟ تحياتنا لك محمود أمرني. شيف رحمة على والديك. الدجاجة بالتنور نسلق السلق لو تتبيله؟ لا تتبيل تقدر تتبيله تقدر تسلقها خمس دقائق عشر دقائق وتشويها حتى لا تطلع يابسة. الدجاجة تتبيله مع الدجاج بالتنور سلق؟ لا بالتنور ليش سلق عيني؟ بس سلق؟ لا 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 تنقحها للدجاجة ساعة كاملة بالخل والحامض وتخلي لها شوية بهارات شوية معجون طماطة شوية لبن وتخلي شوية الدهن تدهن الوجه مالته وتشويها حامض خلي لها حامض تحبون الحامض لمن دوزيخ وخل ولبن ودهن ولبن اي وشوية معجون ان شاء الله اي كامر امر بالتنور بعد وملح دير بالك تنسى الملح ولا مندوزي تحبون الحامض. خليت شوية البصل نجي نطحن هذه المكونات حتى نسوي عصير هنا. عصير السعادة اسمه طماطة ودهن ومعجون طماطة. يعني ما سويتها مثل بامي وغيرها انه تحمس معجون الطماطة وهذين الحبش كلت لا راح تحمس هذه الصلصة هذه تحمسها الصلصة وتخليها مع المكونات الباقية شوية مي. جيمي خوي جيمي شلون الصحة؟ طبعا هنا نخلطها لحال ما صار عندك مثل الصوص. اهم شيء تكون انه حرسنا كل المكونات بهذه الوصفه مثل ما تشوفون هنا ما خليت بها ثوم فما يحتاج تخلون الثوم هنا نعتمد اعتماد على باقي الاشياء البسيطه اللي احنا خاليها. هسه راح نجي نبلش نسوي اللوبيا. لاحظوا هسه ايش راح اسوي؟ راح اجيب اللوبيا اخليها وين؟ اخليها هنا بربطه المال. الله على اللوبيا شلون اللوبيا ذباحه ذباحه شلون اللوبيا الله صدقيه هاي ما تشريب الله 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 احترقنا. بعدين اخلي عليها اللحم هذا اللحم خرافي مثل حشوة الكبة زين الله. بعدين تخلطوهم مع بعضهم البعض بهذا الشكل الله الله الله. قام نانا قام يشيها شوية علينا قام يدور بيض وياها. هسه تجيب الصلصة هذه تخليها هنا راح استأسئين علينا بعد شو استوى ايش خليتك تخليها ماي حتى لا تظل تستأسئ زين
ورا طبعا اكيد المشاهدين الاحبه راح نترك المكونات هنا هذه لحد الغليان. هسه راح اجي ابلش اخلي بهارات هنا. اي بهارات عندك؟ 7 بهارات بس كلش كافي. زين هنا راح ابلش اخلي كمون على زنجبيل يعني وعلى بس يعني كمون زنجبيل فلفل اسود ممكن. زين عيوني واخلط المكونات هسه مع بعض البعض بهذا الشكل وانتظر شنو؟ انتظر اخلي كميه كلش وافره من المي. جيبوا لي هاي الطاسه اللي كنت خال بيها المكونات هنا لانه هذه المونه معناته موجوده. شفت انه ما خليت دهن؟ ليش ما خليت دهن بالوصفه؟ ما خليت دهن لان انا اوريدي عندي دهن هنا. يعني خال دهن هنا وخال ايضا باللحم. تعال شوف هنا شلون صار المزيج. الله الله هو هذا الكلام الصحيح الحقيقي الحقيقي. اللي بعده كابتن اللي بعده عيوني خلينا الصوص عليها وخلينا مي حتى تصير المرقة خرافية كلش كافي. ها هي هسه راح اخلط المكونات كلها مع بعض البعض واتركها على النار لحد ما تصير المرقة مالتنا اليوم اللي هي مرقة الفاصوليا. طعم خرافي ما خلي بعد ملح فوري فوري على راحتك فوري. راح اسويها شنو؟ راح اسويها تمن. خليت ملح اجيت تحب الملح مو خليت ملح هي خليت ملح هسه شويه هم اذوقها اذوق اتشيك الملوحه مالتها. فتخاش شوكتين اثنين مرتبات من الدهن. زين عيوني بعد ما خليت خاش شوكتين اثنين مرتبات حلوات من الدهن راح اجي اخلي لها نفس البهارات اللي اشتغلتها هناك اللي باقيه من عندها كمون وشويه كزبره. اوكي غاب يعني انه راح اخلي هنا شويه الملح وناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عيوني حسين؟ زين الحمد لله. وامرني حبيبي. بس اريد اطبخ لي الفاصوليا عادي كثير المكونات. شنو حبيبي؟ اريد اطبخ لي الفاصوليا تقدر تعطيني المكونات بدل اللوبيا فاصوليا؟ اي ممكن نفسه عادي. فاصوليا حمراء لو فاصوليا بيضاء عادي عادي. حمراء اي حلو برافو عليك. وصفه مكسيكيه مشهوره جدا ومعروفه يخلون فاصوليا حمراء بدل. انا نفس التكنيك سويته برافو عليك. نفس التكنيك سويت نفس الاكله المكسيكيه لكن خليت لوبيا بدل الفاصوليا الحمراء. احنا بكيفنا يابا احنا نفكر انت مالك علاقه. انت هواي حكيت وانت هواي سولفت. عين مشاهدينا خلينا شعريه وخليت اني دهن وخليت ملح. راح احمص الشعريه شويه من بين ما انا احمصها جهز يمها المي. هنا التكنيك مال هذا الموضوع يختلف شويه. هسه راح اشوفكم شنو الاختلاف في تطبيقه التمن. هذا هو انه اني احمص الشعريه اخلي مي بس شويه اخذت شقار صار عيونه زرق. تعال شوف هنا تعال تعال الله تاخذ يعني شو يمسح الطباخ ما تقول لي يعني هو سأسأ ما تدهن كل شوي صح مو لانه اسود يبين. دقيقه خلينا نشوف هنا اكو هذا ابيض. دقيقه باوع خليني اسوي لك خبطه. كل شيء تسوي دا اسوي الخبطه. بشر عجبك؟ نظافه سريعه. شوفوا احنا بدينا ننظف زين مع شويه القهوه. شنو غير دلل عمي دلل صدق كذي دلل يابا. ها شوفوا غيرت الجفوف بس خل احمص لك الشعريه. اي عافيه برافو عليك احسنت هيك الشغل تمام.
طبعا مثل ما تشوفون الوصفه هذه سهله بسيطه وسريعه لعمل تمن ومرقه لهذا اليوم، اكيد باللوبيا الحمراء. اللوبيا لهذا اليوم خليناها مع لحم مثروم، كلش مهم اللحم المثروم نحمسه كل زين ونسوي مثل حشوه الكبه. يلا بعدين اخلطه مع المكونات الباقيه. طبعا اللي يحب انه يطبقه على ضلوع، اللي يحب يطبقه على رقبه، اللي يحب يطبقه على لحم غنم، هذه راح تكون اكيد حسب رغبتك وحسب الرغبه هنا بهذه المكونات. ما حمست المعجون، سويته بتكنيك شويه مختلف. تعالوا شوفوا لي هنا الشعريه بعد ما تغير اللون مالتها، اخلي لها المي. بعد ما خليت المي ارجع هم اخلي مي. ليش؟ لان المي قليل، ارجع هم اخلي مي. بعد شويه مي طبعا هنا ما راح اخلي التمن، ما راح اخلي التمن لحد ما شنو، لحد ما يغلي المزيج هذا. من بين ما يغلي المزيج ناخذ اتصال هاتفي. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخي. شلونك؟ يا هلا ومية هلا عيوني. انت من موصل انا؟ صفاء. يا اهلا وسهلا، هلا بصفاء، هلا عيوني. امرني صفاء. فتوش اليوم. الفتوش اي تامر امر، تامرني. مو فتوش اللي طق برمضان الجديد. اه ايه ظريف. الله شكرا لك، شكرا لك. اذا تذكرني بالايام شو اسمه اللي تفلشت الفتوش بالجو، اللي ما يعرف خليه يعرف، اخاف احد ما عرف. فلشت الفتوش بالجو يعني، ما هاي مشكله، ما بيها مشكله. عادي، كلش عادي يعني. انا اذا اقلب الخبزه اللي ارتئت انه احشيها فتوش طقت من جوا، طقت من جوا انكسرت، سويت واحده ثانيه وقلت واحده ثانيه وعبيتها وقدمت، عادي يعني، كلش عادي. احنا انت مالك علاقه حبيبي، انت ايش دخلك؟ هذا القرنش مالت، القرنش الجميل الانيق اللي هو البصل الاخضر، راح اخليه مع شنو؟ مع هذه الوصفه. نرجع ونشوف الفتوش عبارة عن خيار. يلا راح أجيك. الفتوش عبارة عن حبتين اثنين خيار، حبتين طماطة، قطعي المكعبات خشنة، جيب لك خبزة تقليها تمام، تصير مثل الطابة تمام، مثل الطابة أوكي، سماك فجل، وتخلي ويا زيت الزيتون وشوية حامض مع شوية ملح مع نعناع، تورقها ورقة ورقة وتنظفها كل الزين، تخلط السلطة وتحشيها للخبزة هذه المقسبة وبعدين تقلبها. إذا ما انكسرت خابرني، إذا ما انكسرت ورا أنا راح بعد ما غلى المي أجي أضيفه أنا التمن. شفت إيش قد بسيط التمن؟ أنا أطبخه بأكثر من تكنيك، بس هذا التكنيك اللي أنا أطبخه حاليا بي هو يعني أبسط تكنيك وأحسن تكنيك. وراها راح أبلش أوزع التمن بهالطريقة هذه. زين عينك ميزانك سبحان الله، كوب تمن، كوب تمن، كوب مي بدون ملح بدون ايش. خلنا نشيك هنا نقل قون الجماعه، انا اعرف كل زين انه هي ملوحتها زينه. ها فخلنا نشوف. بسم الله كل زين، كل زين. لوك لوك ماري بعد لا احد يقول لي ملح ما ادري شنو. ناخذ اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ يا اهلا وسهلا. بس الصلصه مال المرقه ما لحقت عليها، شلون سويته؟ صلصه المرقه اي تدلل. ايه هاي هنا وهاي هنا. اي تامر امر. صلصه المرقه صارت خاشوكتين معجون طماطه، حبتين اثنين طماطه مقطعه مكعبات، صلصه طماطه هذه جاهزه. وخليت وياها دهن، خاشوبتين دهن ضربتها بالخلاط وخليت الصلصه هنا. نجي للسلطه لهذا اليوم. يعني دائما يقول لك بالسلطه شويه، خلي نكتب مقاديرها لانها كلش بسيطه مثل الفتوش هاي. عدي بس مرني انا الفتوش، بس مو مثل الفتوش هذاك.
يا سلام. ويلي كتبت المقادير، دبس فلفل على السريع، معجون طماطه هالقد بس مو هواي، برغل ومعدنوس ونعناع ودبس رمان وسماك وبرغل وشويه كمون يا خلدون. اكيد اهم شيء هنا السماك، شويه من الكمون يا خلدون، فلفل اسود، هاي الصلصه مهمه طبعا، مع شويه الثوم وزيت الزيتون. بعد ما ضفت هذه المكونات كلها هنا راح اضيف هنا شنو، اضيف زيت الزيتون. شكو شغله سائله خليتها بكاسه واحد، فاخلط المكونات حتى اسوي هاي الصلصه. بعد ما سويت هاي الصلصه تخلون معجون طماطه هوايه لان تحسون بطعم معجون الطماطه، فخليت دبس الفليفله احسن مع شويه دبس الرمان، صرف التركيبه كلش حلوه. اللي بعد هنا راح اجيب برغل او جريش ناعم، جريش خشن عفوا، نفس اللي نخليه وين، نخليه مع التبوله. اللي بعده راح اخليه له بصل، راح اخليه له معدنوس، وراح اخليه له طبعا طبعا كل شيء المكونات هذه هي موجوده، لكن اللمسه مالتك وين، اللمسه مالتك بالصلصه اللي تسويها، الاختلاف مالتك وين، الاختلاف بالصلصه اللي تسويها. تمام، انا راح ابلش اخلي شويه الملح. بعد ما خلينا الملح امورك صارت طيبه، ايش راح اسوي هنا؟ راح اجيب الصلصه هذه اللي سويناها واخليها وين، اخليها على هذا المزيج بهذا الشكل. بعد ما ضفتها بهالطريقه هذه قلبها بس على راحتك، لا تستعجل لا تستعجل يا تفاصيل، لا تركض، ما حد يركض وراك، جيبها على كيفك. ها آه. وراها يصير نوع من الوصفات الخرافية بالطعم، وأيضا تضحك له تضحك له تضحك له يا أخي، أنت كلش ظريف والله، كلش ظريف يا أخي، بحيث من ظرافتك اقشعر بدني والله. أوف، ويلي على الظرافة يا حبيب قلبي. وراها صير عندك جاهزة، طبعا هذه خرافية، كلش طيبة كلش طيبة كلش طيبة. التم من خرافي انا ازعجة، ما نخلي على راحته يتهدر، لازم ازعجة. تعال شوف هنا، تعال شوف هنا، تعال شوف تم من ومرقة اليوم، والله تم من ومرقة اليوم مال لوبيا، هاي جديدة تم من اللوبيا، زين الا خرافي. طبعا اكيد راح نسوي اليوم جيلاتين، هاك جيلاتين وكريمه شانتيه، كلش بسيطه سهله هذه الوصفه وسريعه، كريمه شانتيه مع حليب مع جيلاتين. طبعا اكيد هذه الوصفه راح تكون سهله بسيطه سريعه صحيه وايضا ذكيه، لكن بعد الفاصل. هنا قاعد فره، نرجع الى التبوله، لا مو تبوله، تدرون ان هذه التبوله هي تشبه التبوله الارمينيه، يا تبوله الله، ضربه الثوم، الثوم طبعا هي انا اقول لكم اكو شغله بيها، اللي يحب يخلي لها شويه شطه تطلع كلش طيبه، الله بالشطة، بالشطة تطلع خرافية أصلا. زين هخليها شوية هنا، طبعا مقاديرها سهلة وبسيطة وأيضا سريعة. ترارن تن تن ترارن تيرارن تن تن تيرارن 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 تيرارن
خذها. ايه شلون لعاد؟ بعد شلون لعاد؟ لا شوف شو يقولوا، شو يقولون برزنتيشن؟ يا طبعا شلون لعاد؟ كابتن كابتن انا ونسك هسه باع 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 هذه. ها من يريد حكاكي؟ كذب. بخيل بخيل. الله تعال مصبيت لك واحدة هسوي. لا بس باوع حاول مصبيت له واحدة تاخذها ما ياخذها. ليش ما ياخذها؟ لانه ما واصل له هيك شيء هو. هو ياكل زلاطة بهالطريقة هذه؟ لا طبعا. كريسبي رايز. واو يابا كريسبي رايز يعني بعد الصح ولا حكاكه بعد. ايه لا لا تقول شاميه قول بوب كورن. لا والله لا تقول شاميه قول بوب كورن. لا والله على بختك يا معود على بختك دخيلك. الفستق الحلبي بستاشيو رجاء. الله لا 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 بعد شو يقولون بعد؟ ها بعد يعني قول هاي سوالفك. ها عيني احنا ما نغير لهجتنا وهاي لهجتنا زين ولا هاي لهجتنا. لا واللبس ما ادري شو صح ولا اوتفيت اول يابا اول لغاتي بعد. والله ما ادري والله ما اعرف ليش يعني والله ليش عادي زين ليش ما عادي. موز بالحليب ميلك شيك هو موز بالحليب زين. يلا 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 خلصانة بشياكة. لا خلصانة بشياكة وراها شو خلوا الجلي هناك. بعد شو حنسوي للعالم احنا اذا تجيبوا لي الجلي جاهز؟ شو يقول علي ابو الفتوش؟ شو يقول علي ابو الفتوش؟ شلون جانا على اساس هو لازم عليه لازمه. ما يدري بي انا عندي عادي هسه لا يوقع عندي شيء هنا كلش طبيعي الموضوع عندي انا. يا طالع لايف حبيبي. يا لا شلون راح اقول لك انه انا طالع لايف؟ انا ما اسجل انا او اصلا ما احب التسجيل. هاي كلها قدامكم يعني. يعني اي مشكله اوه هذا وقف. يلا 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 يلا, يلا تعال يمي تعال يمي وشوف همي. جيمي راح يجيك معون الا خرافي من الاخير اقول لك اياها زين. شي فاخر على الاخر. هذا شنو هذا الطبق؟ هذا طبق المهرجانات يسحوله. فول سعاده هذا فول الفول هذا. الله شوف 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 طبعا شوف خو ما جبت الزين انت برافو عليك. شوف جيمي اريدك تثبت له هذا اللي ببالي انه الفن مالك والسنس مالك يختلف. يلا حتى نجي للحلويات. ها شنو شنو ها سبيسيال ويلا عليك يابا. هو زيت هو زيت طعام سبيسيال زيت الزيتون هيا تسوي سبيسيال. جيمي سبيسيال انت شخصيه سبيسياليه زين. انت جيمي شخصيه سبيسياليه اوكي. لازم اخلي له من هذا ذكرتني بيه. او بابا 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 با با. ويلي اقول لك انت انت ابو شو اسمه انت وين اوصل لك هيك زيت انت خالي انت هذاك
زيت الذرة وقوة واصل لك. النوب زيت زيته سبيسيال. تختنق اصلا اذا تخلي انت هذا من عنده تختنق. زين طبعا كل شيء خلصان، كله خلص، كله خالص. طبعا اكيد مشاهدين الاحبه بعد ما يتهدر تمن شويه راح اتركه يتهدر شويه. نصينا النار عاليه حتى نتركه كلش على راحته. راح نجي هنا شنو عندنا؟ عندنا بس جيلاتين، جيلاتين وكريم شانتيه فقط. طبقه بطبقه طبقه بطبقه ونقدمه. بسيطه بسيطه جدا، سهله وسريعه. اطلع لي بالمقادير كابتن، رحم على والديك. اطلع لنا بالمقادير الله يخليك. شنو هي؟ يابا هي اسمها جيلي وكريمه، ثلاث مكونات فقط. اول شيء عندي هنا كريم الشانتيه باودر، وعندي حليب بدون شكر لان كريم الشانتيه اصلا بيها شكر، وعندي ذاك الجيلي باودر اللي هو صار هذا. طبعا اكيد اتركه شويه يبرد حتى ما اصبه على كريمه وهو يكون طبعا اكيد شنو يكون بارد. راح اخلي بالبدايه هنا كريم الشانتيه الباودر، واخلي هنا شنو؟ اخلي هنا الميلك الحليب. بعد ما خليت الحليب ما اخلي له اي اضافات اخرى، فقط انه اخفقها. اي كلش. نرجع مره ثانيه نفس الموضوع، نقول بسم الله. نرجع مره ثالثه هم نقول بسم الله. الله 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 يا جمالك وانت تشتغل. بعد ان نخلط المكونات كلها سويه مع بعض البعض بدون ارتباك، بدون خوف، بدون اي جهد، بالهداوه يا حبيبي، بالهداوه بالهداوه. خالي مو عداوه، ابدا مو عداوه، لا والله عداوه انا وخالي عداوه. ها عين ميديوم يا من هذا؟ هذا هو طافي طافي. الو ميديوم تعال يمي. لوك ات مي، لا تشوفني لا. تعال تعال تعال، شلونك اخبارك؟ امورك زينه؟ تفاصيل على كيفك، لا ترجف لا تخاف، ما حد يكون وراك. واي حكيت والله، كل شيء واي حكيت. يعني لو تشتغل اكثر مما تحكي هواي احسن. تعرفون ان الماده الكيميائيه تكون موجوده بكريمه الشانتيه، كل ما خفقت اكثر كل ما شكلت عندك كريمه اكثر. الكريمه اللي انا اريدها تكون كريمه ثخينه، يعني ما تكون خفيفه حتى انا تستوعب كميه الجيلاتين اللي راح اضيفها هنا. طبعا اكيد انا مجهز قبلها بوقت وسويتها بكل طبيعيه، يعني بكل طبيعيه، انه بدون ما استخدم قوالب، بدون ما استخدم كيس حلواني، بدون ما استخدم اي شيء ثاني، سويناه بيور بيت بيور مع تمن ومرقه، يطلع عندك الموضوع تمام التمام. لو نقول صلصه طماطم، رز وصلصه، رز والصلصه الحمراء، اي جحلة رز والصلصه الحمراء يا جيني، مع البرغل اللي ايضا سويناه بطريقه بسيطه، كلش طيب هذا الطبق. يعني استخدمت هنا البرغل الناعم، ما استخدمت البرغل الخشن. النكهه مالته كلش طيبه، وايضا يعني تقديمه ايضا حلو. يعني صبوه على شكل قوالب، وممكن يضاف او ممكن تصبوه بكاسه عاديه وتقدمه. ابراهيم راح، ابراهيم انزعج من الصوت. علي انا وياك. علاوي شلونك؟ حبيبي شلون صحتك علاوي؟ والله بخير. خل اطفي لك هاي حتى اسمعك زين. امرني علاوي. انا وياك شلونك؟ الحمد لله. اذا انت بخير انا بخير. والله امرني يا اخ علي امرني. من اللي سوالنا على هاي الاكله؟ ياهو منهم؟ والله عندنا السؤال ما تعرف بالبيت. ايه ابشر. ما تعلمنا على هاي الاكله؟
بس الله يعرفن. هاي كل السهلة كل السهلة كلش بسيطة، مو تأمرنا أمر. الله تأمرني أمر يا علاوي، يا علاوي تأمرني أمر. تعالوا شوفوا هذه الوصفة، هذه وصفة خرافية وسهلة وسريعة وأبدا مو صعبة أبدا. تقدر تسوي تبن ومرق، وأيضا شنو كاملة القيمة الغذائية، كاملة القيمة الغذائية. تمام تمام، يلا خلينا نسوي طبقات دوغو، على الأقل سوي لي واحدة حتى أطلع فاصل. يلا مشاهدين الأحبة، راح أسوي طبقة، طبقة كريمة وطبقة جلي، طبقة كريمة وطبقة جلي، وبعدين وين أخليها؟ أخليها بالبراد. من بين ما أسوي أنا الطبقات نطلع أكيد فاصل وراجعين. بعد ما سوينا الطبقات مات الجلي، طبقة أولى من الكريمة، طبقة ثانية من الجلي، طبقة ثانية من الكريمة. طبعا بعد ما تكون عندك بهذا الشكل نتركها بالبراد لمدة تقريبا نص ساعة، بعد النص ساعة يلا نستطيع أن نأكلها. تمام؟ أنا أوريدي طبعا تعرفون النوبية، راح أبلش أخذ الفراولة المجمدة قطعها مجمدة حتى تطلع لك قالب حلو مرتب. باي باي هلو، حتى تحافظ عليها ما تخرب، بس تخلوها شوية بالبراد ترى تخرب. أخلي هذه هنا، أخلي هذه هنا، أخلي هذه هنا. يا سلام جيمي، دير بالك لا منا ولا منا أخوي، هات تخمط واحدة منا منا ترى حاسبهم زين. شلون راح أداريك قارنش؟ راح أجيب لك قارنش عالمي، قارنش عالمي نصه وقع بالقاع. ليش؟ لانه هاي انت من انت تفكر زين كيفك انت. الله شلون عرفت؟ دي الله بالله حكي هذا حكي، احنا وين وانا انا وين؟ انت والله لو ساكت احسن لك، تدري او ما تدري؟ اي ثينك انه لو تسكت احسن. جيمي حتجيك، اريدك تداريها، اريدك تداريها مداراة حقيقية مو كذبية زين من كل قلبك. اوكي هيك وزح لك واوقع وتصير اضافة جديدة لك ابو التبولة. يعني حتى ترتاح اكثر زين زين لو لا. طبعا اكيد اخذ راحتك جيمي، مثل ما قلت كلش اخذ راحتك، يعني كلش اخذ راحتك. صدق انا عبالي عندنا، لا 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 على باختك، لا 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 مستحيل. اطلع لي العد بالعصير الله يخليك، اطلع لي بالعصير خلاص بلك التمن، اطلع لك اطلع لي بالعصير، اطلع لي بالعصير. طلعت لي بالعصير برتقال، نعم صح صح برتقال، وشنو جريب فروت، جريب فروت برتقال، عصير برتقال تمام اوكي. اللي بعده جريب فروت واحد حب، حلو جريب فروت حلو فيها، ومانجا هم حلو، حلو المانجا، خبل المانجا اصلا زين. بعد ما انه اشوف انه هذه عندي هيك وصفه خرافيه مع عصير، فتخيل وياي هذا العصير، تخيل وياي هذا العصير، هذا العصير يعني يخبل من الاخير يعني. واه شويه التمن، تعال تعال تفاصيل، شوف التمن شلون اخذناه، شلون اخذناه ابني زين. تيجي تخلي عليه بصلايه بهذا الشكل مثل القارب زين ابني، تيجي تاخذ طماطه تخليها بهذا الشكل ابني تمام، و تخلي عليها هذه زين ابني. ليش ترجف؟ بس فهمني، بس فهمني ليش ترجف ها؟ وتيجي تخليها وين؟ يم جيمي. انا خليها يم جيمي، انا اعتمد على جيمي، اعتمد عليك
شنو تخبلت أنا؟ تخبلت ضربت براسي؟ جيمي أخذ راحتك. جيمي أخذ راحتك لأنه اللي ببالي صدمني. فحاول إنه شنو؟ حاول إنه تتخلص أو أتخلص من الصدمة. زين؟ أتخلص من الصدمة عن طريق لقطاتك الجميلة. لقطاتك المبدعة. كبير الكبراء، تفاصيل صغير الصغراء، ميديوم أصغر الصغراء، أصغر يعني من الصغير، يعني أنت بعد هذا أنت بلاس صغير، أنت هو صغير واحد أنت صغير بلاس، أس سمول أنت إيه، هاي هو أس إكس، أس إكس، بس دبعه هاي الوصفة يا جماعة والله العظيم، والله هذه الأكلة، هاي الأكلة إلا خرافية، زين؟ زين وانا جيت بعد وقت سجل ابو الفتوش سجل قدامك سجل يمك ابو الفتوش سجل ابني صبيتها بالجدر مع فرط حركه شوف مع فرط حركه سجلها يمك شرفك سجلها يمك زين هذه شو تخلي لها هي تستحق اكثر يعني شد داريها هي تستحق اكثر زين بعدها تيجي تاخذ النعناعات وتخليهن بالوسط وتفضل جيمي المرقة والتمن و1550 عافية بعد عافية قلبي يمكم يا جماعة الخير واخذ لقطاتك ايش قد ما تريد اخذ لقطاتك ايش قد ما تريد بعد خلصنا احنا تعبت خلينا ثلج خلينا جريب فروت يجري راح اخلي عصير برتقال واخلي مانجا بعد ما خليت هذول كلهم اجيب ماي بارد ايضا اخلي مي بدون شكر لا تخلوا لها شكر خابره وادري والله شغل العمليه شغل الله يخليك شغل العالم خابره شغل رحمه على والديك تقول رحمة على والديك أغاتي يا سلام سلم على طبختنا على وصفتنا يا سلام سلم شكرا للمشاهدين طبخاتنا صارت أنا كلش ممنون منكم أشوفكم إن شاء الله باكر بنفس هاي الطبخات تمن أول شيء سوينا اللوبيا حمرة تخبل سوينا تمن أبو الشعرية الخفيف اللطيف إيه حبيبي آسفين سوينا برغل شوفت عينكم وسوينا الحلويات هم شوفت عينكم وأكيد أشوفكم بخير بحلقة جديدة بوصفات جديدة بطبخات تخبل خرافية سهلة وسريعة باي باي